حديثكم بما نزله الإمام عيد الوصول المرحب في كتاب عيد الجواجيت الجوهرية. قال رحمه الله تعالى إنه مجرب موصول بالسند إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أن الإنسان إذا أراد أن يرضي الله له حاجة فليصلي ركعتين قبل أن يصلي صلاة العصر ويتطهر لها تطهرا كاملا. بعد أن يصلي الصلاتين ركعتين ينبغي له أن يأتي بهذه الصيغة تقضى حاجته وهي: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. بإجازة مشايخنا الموصول للحبيب عيد الروس، بإجازة الحبيب محمد الشاطبي سيد الوالد سيد حمد عبد الهادي الجيلاني إلى شيخهم الحبيب علي بن طالب الحداد إلى الحبيب عيد الروس بالعمر الحبشي، أجزتكم بهذه الصيغة التي أوردها في عيد الجواميت التي أثنتها إلى الشيخ عبد الهادي الجيلاني. والله يجزي نوركم الحاجات. فبنا أجزتكم. قل الله لما ولكم الحاجات وقفت الزلات وأعطانا ويعطاك من عطايا والعباد الجزي لا تاب الأبيات. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. حبيب كان جايبه الحبيب علي بن ابي طالب كان في دلاله. orang bersalawat kepada Nabi ada